إذا كان ثم مكسب بعد الثورة فهو أساسا حرية الإعلام، ولو كان فيه بعض تجاوزات في بعض الأوقات، ولكن هذا من طبيعة الأشياء في مرحلة انتقالية. لكن حرية الإعلام مبدأ لا تراجع فيه ولا يمكن أن يمس، لأنه المس به هو مس من الحرية العامة. نحب نقول للإعلاميات والإعلاميين التوانسة وأن معركتهم هي معركتنا، احنا ما جيناش باش نساندوا، وانما نعتبر رواحنا معنيين بصوره مباشره، نعتبر الشعب التونسي بكله معني بحريه الاعلام وحريه التعبير. ولانه في التجارب الكل الاستبداد اول ما يبدا بضرب حريه الاعلام وحريه منها التعبير. اليوم ثم مواجهه قويه لمحاولات الاستبداد بتونس وبالشعب منها التونسي، وثم وقفة قوية بالمقابل من طرف الإعلاميين والإعلاميات، وهذه فرصة باش نحيوهم. وثم كذلك وقفة قوية من طرف كل فئات الشعب التونسي لجانب الإعلاميات والإعلاميين، وأنا متأكد وأننا سننتصر، وأن العركة هذه باش نوفوها بالانتصار، انتصار الحرية، انتصار حرية التعبير وحرية الإعلام. إذا كنت تضرب حرية الإعلام مش مازلنا قاعدين نعمله؟ مازلت فما حياة ديمقراطية؟ مازلت فما سياسة؟ ما عادش باش نسمعوا في لغه واحده وحجاب واحد، وباش نسمعوا في الكذب والتسفريات اللي بدينا نسمعوا فيه وتسفيه الناس، وتولي الناس الكل في جيبهم. اذا كان ما يكونش الاعلام حر زايد ما نجمش نحكوا على ديمقراطيه. اذا كان نربحوا المعركه هذه هي ومعركه استقلال القضاء، نتهناوا على تونس ومستقبلها بغض النظر شكون يحكم. اما اذا كان خسرناها باش نخسروا تونس ومستقبل الديمقراطيه. احنا نعتبروها معركه واحده من 23 اكتوبر 2012 2011 نعتبر أن المعركة اللي خوضها الشعب التونسي اليوم تقريبا معركة واحدة تتلخص في شعار، تحت شعار واحد ولافتة واحدة، هي المعركة من أجل الحرية من أجل الديمقراطية. يعني إذا كان اليوم الإعلام مناها في إضراب عام، فإن جميع القطاعات كانت عرضة مناها إلى الهجمة الشرسة اللي شنتها الحكومة الحالية ضد جميع مناها أفراد الشعب التونسي، من إرهاب وعنف انتشر في جميع المستويات تستهدف القادة السياسيين، إلى محاولات تدجين معناها الإعلام، ومحاولات تركيع القضاء، ومحاولات معناها تفكيك أجهزة الأمن وخلق أجهزة أمن موازية. هي صيحة فزع أطلقها الإعلاميين باش ياخذوا الرأي العام والشعب التونسي كشاهد على هجمة منهجية مع سابقية إضمار تقودها الحكومة منذ مدة لزعزعة هذا القطاع الطلائعي، سواء على مستوى المؤسسات العامة بتعيين الموالات عوض الكفاءات، أو بتوظيف المال الفاسد لإرباك المؤسسات الخاصة، أو بالإيقافات تلو الإيقافات ثم الاعتقال للأصوات الحرة. نحن موجودين حتى لا يسقط تاج الحريات، لأنه إذا سقطت حرية الكلمة في هذه البلاد، إذا سقط ما اعتبرناه مكسب ثابت بعد 14 جانفي، يسقط كامل المسار الديمقراطي.